بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الكرام، نواصل شرح مقرر التحكم الآلي أو الأوتوماتيك كنترول، ونحن بصدد شرح الشابتر الثالث من هذا المقرر Performance of Feedback Control System، وسنواصل مع Time Response of a First Order System. قلنا أنه The Response of a First Order System can take this form، وهنا I can take for example k equal to 10 and t equal to and I can vary t، يعني أغير التي من 1 ثم 3 ثم 5 ثم 7، وهنا أتحصل على هذه الكيرفات. بالنسبة للكي it's a constant، إذا غيرنا التي التايم كونستنت 7 سكند أتحصل على هذا الريسبنس، إذا نقصنا يعني شوية في التايم كونستنت 5 سكند for example أتحصل على الكيرف الأحمر، ثم إذا نقصنا التايم كونستنت إلى 3 سكند إلى آخره. يعني كل ما غيرنا التايم كونستنت أتحصل على يعني ريسبنس تكون يعني أكثر جين، أكبر جين كل مرة الجين يعني يطلع، ثم يعني التايم ريسبنس يعني ينزل، لانه هنا مثلا التايم ريسبنس في الكيرف الاول يكون هذا، ثم التايم ريسبنس بعدها يكون هذا. يعني كل ما نقصنا في التايم ريسبنس اتحصل على كيرف جديد. System takes 5 time constant to each its to reach its final value. يعني اذا التايم يساوي تي، هذا كنا تكلمنا عليه، إذا التايم يساوي تي كابيتال يعني النظام يصل إلى 63.2 من قيمته النهائية، وهذه الطريقة التي نحدد بها التايم كونستنت. ثم إذا التايم يساوي 2 تي، النظام سيصل إلى 68.5 من قيمته النهائية. أما إذا التايم يساوي 3 تي نتحصل على 95% من القيمة النهائية للنظام، وهذا كنا سميناها set link time 5%. وأما إذا التايم يساوي 4 تي كابيتال النظام سيصل إلى 98.2%، وهذا كنا سميناها set link time 2%. هنا سنحاول أن نغير الكي، يعني الجين كي سنغيره من 1 إلى 3 إلى 5 إلى 10، ونحتفظ بالتايم كونستنت ثابت 1. A C of T يعني response of my first order system usually it take this form K مضروب في 1 minus exponential minus T على T capital. فأما إذا كان الـ K تساوي 1 يعني الجين بسيط، ثم نغير الـ K إلى 3 يكبر الجين أكبر، ثم إذا غيرنا الجين إلى 5 إلى آخره. فهنا كل ما غيرنا الـ K كل ما زادت الـ final value of my system. هنا في هذه الشريحة سنعطيكم يعني العلاقة بين step response والimpulse response. My step response of a first order system it's like this. هذا كان معلوم عندنا. C of T هي تأخذ هذا الشكل. I can write it like this also. يعني عندي الK هذا ممكن نشره. ثم لو نسوي اشتقاق هذا step response، هذا step response نسوي له اشتقاق، أتحصل على الكي over تي اي ماينس تي على تي. وهذه الكي او الكي over تي اي ماينس تي على تي كابيتال هي بكل بساطة هي الامبالس، هي الامبالس ريسبنس. يعني ايش لهنا العلاقة بين ستيب ريسبنس والامبالس ريسبنس؟ يعني اشتقاق ستيب ريسبنس، اشتقاق ستيب ريسبنس يعطيني ايش؟ يعطيني الامبالس ريسبنس بكل بساطة. Okay. Thank you.